هذا إذا ما كصوب بعد حسب معارض كوضني وح كجوابي حكومة سومالند وزير الدولة وزارة الأمن وزارة داريمها جودها سومالند محمد موسى ديري أيهون كيبل تي في الحلي مشكلة دينا هاي ستها وحوي وحي ذلك وضنا هاي وحي وضع رابي إنك الجرنين وهاي إنك كفا إذا سرنا حالة ضير أو ملجأ أما سياسة ذات ذلك نحبها هي مالجلين لكن وحبها هي هنا ومدك صحرتك صهرته حسب جي معارك هاي وطني أنا وعد حبك الشيء جماعي وحاء وبريهم ضمبا المدا والحلفوبي عدو جيني هل كان ينقطع تاجيهم بو كتاجي قرن كان سببته كما في سنة يو حن صعدة يو هاوشن لقبنا يو إنه سيو دونية كل هذه ساعات هاي وحن تن وسارة دحان وأمني جي قرن كان مسؤول كان هاي ورقد أنا جا قري وحنو قري هدول هذا وحنو من كي دوني نو خبصة ده ميل بولي ياها كو خبصة لكن ينو خصور ريا ومضة هدول هذا هول الكي جواوي أو ده بدنا وحكسي دايو ودن جاليه يدتك مساكين تهاي عاتفد اللي قلني و وحوطونا بكو يلاحظوا وحن نكون لي أدر هي القوة بصدا حرميهن واتي وزير محمد موسى ديرية سمالنا دي وادل ديمقراطية وهذا الكاية ديمقراطية دي حسبوضو عن إما دكو عنا ما شيء دي غيرو حيسوي ديني يعني إن هو تلوح لقوة بصدا حسبو كل مكوة بصني او دا ديباتو كل قرين موسى هبن موسى مركا محاد كانت الشكل كنت هالك إنه دي 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 أنا أقول لك أن هذا هو حساس لنا وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل لنا وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل لنا وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل لنا وأنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل لنا وأنا أقول أن هذا هو الذي يحصل لنا أربوت كبير برالجو ريتيو، الإمارات عربتها، وأدرين صاحب النهاية، ودكسون تايو السفارة دودي وياك قاتين مكتشو، هرنت هاد راديد، فرماتي الله القوة عربية ويلي سعودي نجا قبط الإمارات ودكتها، محل أولن كرتاب ولا دوا عنك سؤالي، يو ما 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 ينقو بين ميو نلاش شقينا يودي مغرادية دي سيدي بكو شقينا مسدل كله دبنية. وحن كهذا وزير أريم جديد من كهلنا ولي كما هينا حسب كم عارض كوضني ميلو كتاجر الصومالية ميلو سوماليين كتاجر ولي كما هينا وح كهلا حسب كوضني جدها دل كيسة وعلي حرية بنو هاي سنة إن هذا له إن نقول مع عمبارينه تا وزير الدستور كالصومالية كقتلا إن نقف كهل كرين إن نقف كل قبسين كرين بالمحمد موسى درت حضو عديسها ميش الدستور كقتلا نقف إن نسكي من كرين هذا له ديبودين waxay kaga taala wax Soomaaliya oo in ka goosan ninka fikirka Soomaaliya qabta qaba qaranku dubinaya qarankan uu dubinaya in daayir ba tahay muxuu aha taadi dalka aanu doonayno inay dhaxlaan baad kamid tahay adiga taasi ma kula tahay in ku dhismayo dalkan wasir laakiin marna anigu maan maqal maana rag meel kamay sheegin xisbiga oo dani oo leh Soomaali wey ma taageersanahay gurmeeyda wasir waxaan maleynayaa su'aashayda jawaabteeda hadda ila hadda wad ka maareysanaysa sims skumida iyo mowqif skumida ay ka qaateen arinta ayada ah ee aynu wadno way ka hadleen way ka mutahara isku dayeen inay ka mutaharaadaan oo laga horjoogsaday ilaa hadda kama harin maantana taa doonayeen inay ka hadlaan taawn bay ahayd Soomaaliyana way ka hadashay wad ka soo intahay isku mowqif bay ka yihiin لكن واحد اللي حكومة الصومالية بابا الصومالية مدعوني حسن يو عبد الشعر شماكي شو اسلق الشيء ويضع صوص حطي وواحد اللي يدي كابد هالكابد من كده وقول دوابة مر كام تيني وادم كوسي العنز اسمه معارض كابي ضدك غير دوس الكود دوذي ما حد كورلي حتش حتش كهر جاب على هذا حسن شيخ بس حيلي حسن شيخ ده إنه إنه متاجري وإنه مو سين إنه ما صبرتنا إنه كجانو موقف كفر ماشي نجت تاجي هو نجت تاجنا هذا ما قرأتي marka ninka caynkaasi qadiyada dalkeen ku hor maray wax lagu qabanayo ee muxuu aha raaci ma muxuu aha qaada ku dhaqaaqi maayo taa farmaajo wado ayuu isna taagnaa meel alla meel uu ku saaxay xasan sheekh
oo dokumentood aragtay waxaan iyagu wadani waxaan ahaanay sheegayeen markii ay ogaadeen in iyaga iyo Soomaali arintaas kaga mowqif yihiin ayay yiraahdeen Xasan Sheekh waa saxayay Xasan Sheekh mid musaaxinay inaga la gurgurtanay inaga Imaaraad kala saaxanay inaga toos ugu tagnay ilaa safiirkii Ingiriiska ee su'aasha la weydiiyay xamar joogay wuxuu yiri xamar ninkii loo soo maxuu ahaa bedelayd markii la wareysanay wuxuu yiri waan soo dhaweynaynaa waa horumar Soomaaliland ay gaadhay wasi laakiin dadka deegaanka gobolka saxal qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland arrinkan saliga military cabashi ka muujiyay weydiidiin kuwaasna ma Soomaali weyn baa maya oran maayo kuwaasi wixii cabasho iyo tabasho iyo ka hor imaad waa kala laba iyagu tabashay muujiyeen cabashay muujiyeen wixii dawladduna waa u diyaar cabashadooda kulli waa la kulmayaa ragga halkaas ka dhaqdhaqaaqay wax tabanayay waana laga wada hal doona waana laga heshiin doonaa maca dhibi weel haddii ay tabasho jirto laakiin kuwaasi la mid maaha dee kooxda halkan ka hadlaysa ee dharaar walba waxay ku hadlayaan adunka dad baa diidan saldhigga military wasiir oo saaxil degan oo awood la degan oo sanaag degan oo tagdhiir degan oo Hargaysa degan oo halkii miga joogna maca degan baa diidan saldhigga military aan kugu celisasho mar labada kuwaasi ma Soomaali weyn baa ma cidii diidan saldhigga military ma Soomaali weyn baa wasiir dadka isweydiinaya wadan bay la mowqifiyeen wadan waa xisbi mucaarida awdal ilaa iyo muxuu ahaaye baran buu ka jiraa kuwaas bay la mowqifiyeen kuwaa diidani waa dadkii wadani baan anu arkay dhacdan waxay dadka soo xasuusinaysaa xukuumaddii madaxweyne daahriya la kaayin ee aadood ka tirsan jirtay madaxweyne axmed siilaayo oo markaa mucaarid ahaa wuxuu ku celcelin jiray in xisbigii kulmiye loo diiday inay hadlaan oo kulamo iskugu yimaadaan tiina maanta way soo lama qatay oo wadani baa cabanaya labadii dowladda maxamed muuse waad ka tirsan jirtay aragta siyaasna ahaan sidee kuula muuqataa dhacdooyinka ay soo noqonaya ee wani laba xisbad goobjoog u ahayd labaduba midna cabanayo midna maanta isagii cabashadii uu beriga ka cabanayay isaguu samaynayo kolba cidda xilka haysa talada dalka haysa waajib aana ka saaran inay xilkeeda gudato iyo siday u aragtay iyadoo wax sidaasun bay u arkaya baan umaleeya qolada iyadii udubnaa xilligaasi sababtoo ah talada hadii la ii dhiibo sidaan u arkayo dalka inaan ku horumarinayo ayaan ku dhaqaaqaya.